معنا في المكتب المديري وعضو جماعة نتمناو أن السي عبد الطيب سعيد هذا المجهود اللي داير في هذه الأربع سنوات يدوبل ويتريبلا. عمل كان ديال المشروع اللي كان بديناه هاد 4 سنوات مع الاخوان ديالنا، يمكن لينا نعملو بما فيه مجموعه ديال الايجابيات، مجموعه ديال كيف ما شفتوا في الحصيله، يمكن لينا نخدموا اكثر وان شاء الله تكون حصيله تقنيه كتوازي هذا المشروع اللي خدامين فيه باش نفرحوا الجمهور ديالنا، الجمهور الدفاع الحسن الجديدي الغيور. كنتمناو نكونوا عند حسن الظن ديالهم كيف ما شفتوا اليوم، انفتحنا على جميع الاسئله يعني باش نحاولوا نشرحوا باش ما يبقاش ذاك اللبس. عطينا الحصيله ديالنا ديال 4 سنوات، عطينا التصور ديالنا، نتمناو كاملين تضافروا باش يكون نفرحوا الجمهور ديالنا بشي لقاء في هاد 4 سنوات ان شاء الله. لا بالفعل كانت عندنا جلسه الصلح السنه الماضيه واللي وقف على السيد عامل الاقليم وجوج مجموعه ديال الامور اللي درناها في هذا الاتجاه. الايادي ديالنا مفتوحه ديما للجماهير، بالعكس الجمهور كيتكلم من الغيره ديالو على الفريق، باغين الالقاب، باغين يوصلوا. دورنا كنقولوا لهم الجمهور اللي باغي الالقاب حتى هو يجي يشجعنا باش يكون معنا، والجمهور اللي باغي يجي حتى ياخذ القاب، هذاك ماشي يعني ماشي الجمهور، الجمهور هو اللي كيساندك باش توصل اللقب، ماشي الجمهور اللي كيقول لك فينا هو اللقب باش نجي، هذاك راه ما غنتسناهم باش يجيو، حنا الجماهير اللي غتشجعنا ونخدموا حنا، نديروا اللي علينا حنا، هما يديروا اللي عليهم، الطاقم التقني يدير اللي عليه وان شاء الله يكون تتويج. جديد وفريق اخر، سي عبد الطيب مقترض يملك جميع المقومات، جميع المواصفات اللي تمكنوا تخليه يكون رئيس. فعلا رئيس عنده قيمه، والدليل على ذلك ان خلال الولايه تم اختياره كعضو جامعي. هذا الشيء ليس امرا سهلا بانك تختار عضو جامعي، ما يمكنش هذا الشيء يجي من الفراغ. لو ما كانش العضو الجامعي تكون عنده مقومات وتكون عنده يعني كفاءات، ما يمكن له شيء يكون عضو جامعي. وكتعلمون جيدا بان وجود عضو جامعي للفريق داخل الجامعه عنده كثير من الايجابيات، على الاقل بعدا غادي يسهل ان الفريق يوصل مجموعه من من من, من يحقق مجموعه من النتائج اللي ما يمكنلكش تحصلها بدون ما يكون عندك عضو جامعي داخل الجامعه. سي عبد الطيب مقترض بما يملكه من حصافه، بما يملكه من لباقه، بما يملكه من تجربه، طبعا لانه ماشي هذه الولايه الاولى ديالو، فقط هو كان عضو في الولايات السابقه وعطاته واحد الزخان ديال واحد التجربه مهمه مكنته على انه يقطع هذه المرحله الاولى بنجاح. ونتمناو ايضا ان المرحله الجايه نقطعوها ايضا دائما بنجاح. حنا كنا مساندين له في جميع المحطات ديالو، ثلاث اربع سنوات كنا يعني جسدا واحدا، كلمة واحدة، قطعنا جميع المراحل. حقيقة 4 سنوات الأولى بكل صراحة كانت شاقة جدا، لأننا دخلنا على واحد الفريق اللي يعاني كثير من الأعطاب وكثير من المشاكل، كانت أعطاب على المستوى المالي، كانت أعطاب على المستوى البنية التحتية، كانت أعطاب خلقت بعد انتخاب الدكتور مقترض على رأس فريق الدفاع الحسن الجديدي من ناس لا أملك الوصف الحقيقي لهم، ناس فقط يسعون إلى عرقلة أو وضع العصا في العجلة ديال فريق الدفاع الحسن الجديدي، يسعون بكل الوسائل على انتقلوا من مرحلة التشويش إلى مرحلة المواجهة المباشرة. والدليل على ذلك وجود دعاوى قضائية أمام المحاكم ضد فريق الدفاع الحسن الجديدي، وإن كان الاسم هو الدكتور مقترض، وإنما المطلوب والمستهدف هو فريق الدفاع الحسن الجديدي. انا اعتقد هو فقط الحصول على لقب او لقبين، هذه منذ تاسيس فريق الدفاع الحسن الجديدي اللي عنده في الحصيله ديالو لقب واحد ديال كاس العرش، ولكن عندما تؤسس لنجاح قد يستمر لسنوات قادمه هذا هو النجاح. عندما تؤسس لبنيه تحتيه قد تخدم الفريق لمده طويله هذا هو النجاح. عندما تؤسس لوضع قوانين واضحه و توضع الفريق في السكه الصحيحه هذا هو النجاح. ملي تاهل الفريق وتعطيه قاعده اساسيه اللي يخدم عليها سنوات قادمه هذا هو النجاح. اذا لا يمكن اختزال النجاح كيف تنسمعوا في الشارع ان النجاح هو الحصول على لقب او لقبين، لا، النجاح يجب ان يكون مستمرا وان يكون على سنوات مدى سنوات قادمه. وهذا الشيء ما يمكنش يكون بين عشيه وضحاها ولا، وانما هذا يقتضي وجود عمل جبار، عمل صحيح، عمل فيه النية خالصة لإعطاء لفريق الدفاع الحسن الجديدي الصورة التي ينبغي أن يكون
أن تكون له في مصاف الفرق الوطنية. شكرا.